وبناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تستعد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإرسال الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة، وذلك في صباح يوم غد الجمعة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. دكتور، بداية نرحب بك، وباعتباركم أمينا عاما للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كيف ترون دكتور هذه التوجهات الملكية السامية لدعم الأشقاء في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعم جلالة الملك للأشقاء في الحالات الإنسانية وفي الطوارئ كما حدث في فلسطين واليمن ومصر والصومال والدول الشقيقة، هاي شيء غير مستغرب على سيدي جلالة الملك. فأيادي جلالة الملك البيضاء ممتدة للجميع، وإن موقفنا مع لبنان في هذه الظروف الصعبة جزء من قيم ومبادرات سيدي جلالة الملك. طيب سعادة الدكتور السيد، ذكرنا في سياق الخبر بأن هناك يعني نوعية معينة من المعونات، هل اقتصرت هذه المعونات على المعونات الطبية العاجلة؟ سياسة المؤسسة الخيرية الملكية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر في البداية ان احنا نقوم بالزيارة لتفقد الموقع، سواء زلزال، حريق، فيضانات، حروب، او الحالة الانفجارات الحالية في لبنان. فاللي يميز البحرين عن جميع الدول مشاركة أبنائها في أول تلبية للنداء للقيام بهالعمل. فطبعا في مساعدة طبية عاجلة حسب احتياجات الأشقاء في لبنان، بس أيضا من خلال زيارتنا، وإن شاء الله بكرة الصبح الطيارة تطير وإحنا نكون في لبنان الساعة 11 الصبح، ومعاي سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، راح نجتمع مع وزير الصحة اللبناني بعد التسليم، نقدم له التعازي جلالة الملك والبحرين، أيضا نناقش كيف نقدر نساعد، هل نواصل بمساعدة المواد الطبية والاستهلاكية أو في مشاريع تنموية، أو المساعدة بأطباء بحرينيين يتطوعون، وحدث في غزة مثل ما تعرفون تحت الحرب والقصف البحرين كانوا يؤدون دور إنساني بطولي. فالزيارة يعني نكتشف الحاجة، نبلغ سلام جلالة الملك، وهاي الفورمولا عند المؤسسة الخيرية الملكية، وهاي شيء يميز البحرين عن جميع دول العالم صراحة. نعم، إذا الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.